فرحتنا منيح يعني. انت هينا اخر شيء انه عرف فينا جوزيف عبود الله يرحمه بيته بالاغنيه، جوزيف عبود بالحزب الشيوعي هو، واخته لجوزيف عبود الله يرحمها كمان هي اللي ربت خيي يعني مسامي انه ربته كذا سنه، وضلت لاول الاجتياح لتركت البيت. بقى قال لي بتيجوا بتناموا عندي كل يوم يعني ضيافه يعني واللي بدكم اياه، كفتنا كل يوم في حد مينيموم يعني، وفي حد لحام دغري حد البيت. فانا خجلت انه كل يوم عم يجيب الكفته وطبخ ونايم عنده انا وخيي، قلت بدي شي نهار انا اجيب الكفته، خاصه انه صار يعرفها اللحام كيف يعملوا اياها. سحبت على بكره انه نايمين، فت لعنده، هي عنده عالم منيح يعني ظاهر معروف بالمنطقه، قال لي هلا بالاستاذ حاطط عنده مرايه يعني بيشوفني وعم بيحكيني على المرايه من ورا الصوره لعبد الناصر فوق هيك بتذكر يعني. قال لي يا استاذ قبل ما اطلب منه شيء، قال لي هذه الطبقه الارتوازيه هذه كيف راح نخلص منها؟ شو بدنا نعمل معه؟ واضحه كيف لفظها يعني ما فيها ولا لبس، بس حاطط الاف بدل البيت. بس فهمت علي انا، بس حسيت بدي اظهر من المحل يعني، عملت حالي عم دخل برا، استاذ عم نحكي معك. قلت له ايه لحظه عم دخل، قال لي مش ممنوع التدخين هون تفضل. قلت له الطبقه الارتوازيه يعني انه هذه بدها حفر. يعني انتم بالانايل هون اساسا. قال لي انت بتقول بحشو ما تبحشو شيء هيك ما تبحشو. قلت له ايه انا. قال لي كيف الماما؟ قلت له منيحه. قال لي شو ملحنت لنا السنه؟ قلت له امي. قال لي ايه؟ قلت له عم تلحن. قال له بيك بغني ما هيك انت؟ قلت له ايه. بي وعمي بغني. قال لي الاخوان رحباني. قلت له هلا بهيك جو لشو التصليح؟ يعني لشو الواحد بده ما دام عم بفهم علي بفهم علي، المهم النتيجه يا اخوان، دائما بالحياه يا اخوان يا رفاق المهم النتيجه. متفاهمين على البكله ارتوازيه برتوازيه ارتوازيه، هم عارفين منين نحن.